السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمتتبعين ومتتبعات هذه القناة العزيز الغني على قلبي. شكرا على لايكات نتاعكم، على تعليق نتاعكم، شكرا للناس اللي التحقوا بالقناة جداد فضلكم على راسي، شكرا للمساندة نتاعكم. الله يزاديكم خير الجزاء، والله يفرح قلبكم ويعطيكم اللي تمنيتو اللي ترجيتو. يا ربي كيف تفرحوا قلبي بهذوك التعليق، الله يفرح قلبكم. سمحوا لي على صوتي، ولكن انا مغير قلبي من الداخل، وفاش يتغير لي قلبي من الداخل كذلك صوتي تيتغير. هاد الصوره اللي تتشوفوا فيها، سمحوا لي على الصوره هادي، ختام لا فيديو نتاع محمد. هذا تراكس اللي جا عاود ارض محمد نهار السبت، هذا تراكس اللي جالو عاود تاني وقال لك هدم البير، وكذلك مسكين في الطريق تراكس فاش كان غادي يبغي يهدم عاود تاني البير، ما انهم هدموه للمره الاولى تقلع عليه مسكين حتى الشجر، وشفتوا الارض كيفاش رجعت حالتها. هاد الراجل مسكين اللي تيحاربو ماشي جارو، ماشي ناس بعاد عليه، ماشي جيرانو غير في الارض زعما ومدابزين بعضياتهم ولا البراني، لا لا، وقيلا ما عارفين شنتوما هاد المساله. المتتبعين، هاد الراجل اللي تيحاربو دمو لحمو، هاد الراجل اللي بغى يقطع عليه رزقه وما بغاش يبقى يحداه دمو لحمو. هاد الناس اللي تيدعي وانهم تيديروا الخير في البراني وانهم فاعلين خير وانهم يعني قلبهم طيبه، شو شنو دايرين في المقربين منهم؟ الحمد لله يا ربي اللي ما جعلتيهم جيراننا، ولا جعلتينا من عائلتهم، ولا جعلتينا يا ربي من المقربين ليهم، لا تجورهم لينا لا دنيا ولا اخره. يا ربي بحال هاد الناس، شوفوا غير شنو داروا في لحمهم ودمهم. خوكم الكبير، ياك عارفين اخوكم الكبير اللي بغيت تخرجوه من الحسبه على هاد الارض ماشي نتاعو، على هاد الارض ماشي نتاع با ومو، ها جدود محمد عليه ماشي بات محمد والدي هادوك، على هاد الارض ما تيتسالش فيها. ها قلتوا بات محمد حاقود، قلتوا عليه ماشي بغيش لكم الخير، قلتوا لا شافكم يعني زاد عليكم شي حاجه ماشي بغيش لكم الخير وتيبقى يحاربكم، علاه دابا شكون اللي ماشي بغيش الخير الاخر؟ على دابا شكون اللي حاقد على الاخر؟ على دابا شكون كل اللي بغى يكوش على كل شيء، على فلوس الادسانس وعلى الارض، وبغى يخرج بات محمد من الحسبه. قال لكم محمد، قال لكم باه الا ما كانش تيجيكم قولوها ليه، قولوها ليه، راه قال لكم محمد في لا فيديو، قولوها ليه باش يعرف، حيت محمد راه داخ مسكين داخ. واش هادو هما العائله نتاعي؟ واش هادو هما سندي في الدنيا؟ واش هادو هما اللي انا حامل نفس الكنيه نتاعهم هادشي تيديرو فيا؟ واش هادو هما دمي ولحمي؟ واش هادو هما سندي؟ الا قلت سند لقى عائلتي، الا جار عليا الغريب لقى العائله نتاعي، علاه دابا هاد محمد الا جار عليه البراني علاه شكون اللي غيكون في كتافه؟ ماشي عائلته؟ ودابا ولا البراني هو اللي وقف مع محمد، هو اللي سند محمد وسندنا وسند الله الوحيد الأحد، الله اللي إن شاء الله سندنا وسنده. يا ربي يا ربي ياخذ فيكم الحق، حيت ظلمتوه بزاف. علاش محمد كان زوين نهار كنتو دايرين ليه القنبة فين تسخروا سير هنا وسير هنا وسير هنا وسير هنا، وقابلين الدجاج وقابلين الدار، حنا غاديين هنا وغاديين هنا، وتجروا وقت ما بغيتو. كان محمد مزيان، ها كان محمد الله يعمرها دار، وراضية نهار كانت تحك ركاني وتاكل الشياطة، كانت راضية مزيانة الله يعمرها دار. ها ما تتقول راجلها زعما تتحرشوا علينا ولا حتى شي حاجة، كانت مزيانة بنت الناس. ونهار محمد ما رضاش ولادو ياكلوا الشياطة ولا مرتو تحك ركاني وتنقص من الكرامة نتاعها، ها بغى يحسن من مصدر العيش نتاعو، يعيش عيشة كريمة هو وليداتو، نتو تتحاربوا. ودروكا شكون اللي محسد وشكون اللي حاقد؟ يلا وريونا شكون اللي حقد وشكون اللي حسد، وشكون اللي حقد وشكون اللي حسد. ها محمد ياك اللي حسدكم حيت دار حيت درتو قناة، قلتو نتوما انكم محمد نتوما اللي عرضتوا عليه انه ديروا لي قناة. اه عرضتوا عليه، ولكن غتبقى عندكم وغتحطوا فيها لا فيديوهات مشتركة. محمد كاع راضيه شي فيديوهات يحطوهم بوحدهم، ولكن فلوس الادسنس راه غتبقى عندكم. ونهار ما يعجبكمش الحال قناتكم وخطوها، شكون اللي فتح لك القناه؟ ماشي حنا. ولكن محمد فاش دار قناه راسو واعتمد على راسو وربي حبب فيه خلقه، ولات عنده واحد القاعده جماهيريه انطوا ليه على الزعامه، يفرق معانا المتتبعين، راه ما فرقش معاكم المحسنين، راه هو ما تيطلبش المحسنين تيقول لهم صيفطوا ليا ولا بغيت، ولا بغيت نحفر هذا البير راه حفروا راسو.
من ماله الخاص، ولا قال شوفوا انا كيفاش بغى يجريو عليا من الدار ومن الارض، ومحتاج انا وليداتي باش يصيفطوا لي الناس زعما يشري دار ولا يشري ارض، راه ما قالهاش، حيت عنده واحد الكرم وعزة نفس، وهاد الكرم وعزة نفس راه رباه باه عليه، عرفتوني، باه هو اللي رباه على هاد الشيء وخلاه راجل ونعم الرجال، راجل مغربي وتنفتخروا به، ما تيرضاش، عنده عزة نفس وعنده كرامة. على هاد محمد تيسب فيكم تيقذف فيكم، قلتو كذلك راديو محمد وباش محمد عندكم عليهم اوديوات انهم تيخرجوا وسابين في الناس الكبار في جدود زعما محمد. زعما اشنو، واش هذا فيلم تصنع باش الارض ضربوها؟ انا بغيت نفهم، واش زعما هذا فيلم تصنع لمحمد وباه باش زعما ديرهم في واحد الصورة أنهم ناس قدام هذوك الناس المقربين منكم، أنهم زعما ناس خايبين وما تيبغوش الخير وتيضربوا حتى في الناس الكبار، بس زعما تلقموا اللقمة غير بوحدكم، راه الله كاين والكفن ما عنده جياب، وإياكم ودعوات المظلوم، وراكم تظلموا المقربين منكم، وحنا حشومة، حنا حشومة نقول لكم هذا الكلام ونقول لكم اتقوا الله في العائلة نتاعكم، حيت راه حشومة وحقرة ليكم، والله العظيم راه الناس، والله العظيم إلا معظم الناس تيقولوا هادشي اللي تديروا حشومة في العائلة نتاعكم، كون كان غير تيديروا البراني نقولوا راه براني، لحمكم ودمكم يا حسرة. هذا الراجل شنو دار ليكم؟ دار قناته وبعد عليكم، عطاكم اتساع، علاش ما عطاتوش اتساع؟ علاش تتحاربوه؟ علاش الغل فيكم حتى لهالدرجة لمحمد؟ راه كنتو هادشي غادي ديروه ليه واحد النهار وغادي تقولوا ليه الباب الحباب يلا ورينا. قالوا المصريين افاك، ولكن كنتو غير متسنيين الوقت المناسب، وفاش محمد سبحان الله العظيم ربي علمو وناضو دار قناته باش يعيش عيشة كريمة، مسكين صافي داكشي اللي كنتو مخبيين ليه ظهرتوه ليه وقلبتوا الوجه الحقيقي ليه، وحتى حنا شفنا الوجه نتاعكم، حتى حنا كمتتبعين ليكم كنا الصراحة غالطين بزاف، وكنا تنقول واو هاد الناس الخير اللي تبارك الله تيديروا في البراني، حنا كنا تنقولوا هاد العائله تبارك الله كيفاش دايره، شوفوا غير البراني شنو دار شنو تيديروا معاه، اما زعما اللي الطرف الدخلاني تاعهم تبارك الله كيفاش هاد العائله متماسكه وكيفاش دايره مع بعضياتها، نتمنوا كاع العائله تكون بحال، ولكن الله الله يحفظها ودي، ما نتمنوش العائله تكون بحال هكذا. دابا من صوره تعطيونا زعما حول العالم، في هاد الصوره اللي تعطيو ان زعما العائله المغربيه شي تيبغي ياكل شي وشي تيبغي زعما ينتش لحم شي، اشنو اشنو من صوره ايها زعما اللي تعطيو واحد الصوره، فين هي هاد الصوره اللي تعطيو انكم تديروا الخير؟ وديروا الخير في ولد خوكم، ديروا الخير غير في خوكم، اعطيوه غير الثقه، ما بغى منكم والو، اعطيوه غير الثقه، خليوه غير يعيش هو وليداته، خليوه غير يعيش هو وليداته، شنو دار لكم حتى ذاك الشجر انا بقى فيا، قلعتو حتى الشجر، البغض والحسد والحقد وصل بكم انكم تشجر اكل ساعه تقلبوا هذيك الارض، حرام عليكم والله حتى حرام عليكم، خافوا خافوا راه كل شيء غتحاسبوا عليه، وكل شيء راه ما غديو حتى شي حاجه من لا الادسنس ولا شنو درتو في جيبكم ولا الاراضي ولا هذه تعطاتني ولا هذه ما تعطاتنيش، راه كل شيء غتخليه في الدنيا كما قال محمد، الارض نتاع الله، شو هي القناعه نتاعو مسكين، بارك راه ماشي هو راه قوي في راسكم، هو راه قوي 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 عليكم ما نعرف بشحال، والله العظيم حيت عرفتوا علاش، حيت هو المظلوم وحيت تيقول حسبي الله ونعم الوكيل وتيحسبكم من الله، وعرفتوا هو شحال قوي عليكم، انتوما تتحاربوا بناس انهم تيخرجوا يسبوا ويقذفوا فيه، فهو تيقول حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ربي، خافوا على راسكم وليكم نهار، حنا غير البرانيين، وتنقولوا هذا الولد مسكين وهذا الراجل وهذه الوليدات الصغار وهذه المراه مسكينه، شوفوا زعما راه زعما راه مشاركه معاهم الدم واللحم، اللي هي راضيه راه مشاركه معكم الدم واللحم، راه والده ليكم وليداتكم، هذوك الاولاد تاع راضيه راه وليداتكم، زعما راكم نتوما العائله نتاعكم، راه هذوك زعما راه رافدين الكنيه نتاعكم، اش تحاربوا؟ تتحاربوا وليداتكم؟ اش تحاربوا؟ تتحاربوا المراه اللي شاركت معكم الدم؟ اشنو تتحاربوا؟ تتحاربوا لحمكم ودمكم اللي هو محمد؟ ها حتى لهاد الدرجه البير وردم سهلي مسكين بغى غير قطره نتاع الماء هو وحتى الناس، واللي دايز مسكين غيشرب من هذاك البير ويقول اي والله يعطي الخير لهاد الناس، ها تدعوة الخير منعتوها على راسكم، حيت البغض والحسد
غمم لكم العين، صافي ما تليتوش شايفين والو، واياكم والبغض والحقد. الله حرم علينا الحسد، وحرم علينا البغض، وحرم علينا الحقد، وحرم علينا الظلم ظلمات. وانتم هادشي كلشي سبحان الله العظيم جمعتوه تديروه في هذا الراجل، ولكن غنعاودها لكم، راه قوي 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 عليكم، ومحمد ربي غادي ينصره ان شاء الله عليكم، وغادي يجيب له حقه، وحسبي الله ونعم الوكيل. في هذاك الشجر اللي بالكراهية نتاعكم لمحمد، حتى الشجر ما رحمتوش، حتى نبات في الارض ما رحمتوش، حتى الارض كل ساعات تقلبوها مسكينه وراه تتوجع من الداخل وشكاتكم الله الواحد الاحد. وهذيك الشجره مسكينه اللي قابط محمد وقطعتوها، راه كل حاجة خالقها ربي روح، حتى ديك الشجرة راه روح، وقطعتوها من جذرها فهي شكات بكم الواحد الأحد اللي خلقكم وخلقها. وسمعوا مني كذلك بعد صفارات الكوكوت اللي صوفوا صوفوا بالقعدة الرجال الحرار والعيالات الحرار معريين على دراعهم، وانتوما معريين على لسانكم. بغيت غير نعرف اشنو دال ليكم الراجل الحر اللي مرضاش على اختو الدل، ومرضاش على امه تقدفوها بالكلام الخايب، ومرضاش على مرتو تقدفوها، ومرضاش على نفسه الكلام الخايب، ومرضاش على عائلته. الرجل الحر ومتراضية ليك الف تحية اميمتي اللي ربيتي رجال ومنهم نجيب الحر، راجل من ظهر راجل اللي ربيتي راضية اللي تنفتخروا بها كمرأة مغربية. الله يطول عمرك ويشافيك يا ربي ويعافيك. ها هاد نجيب عرفتوا علاش ضركم هو ومرتو؟ حيت تبارك الله فايقين وعايقين، حيت تبارك الله عارفين الالاعيب نتاعكم، انكم كنتو دايرين في هذا الباط، تحت هذا الباط راضية وتحت هذا الباط محمد. فهو مرضاش على اختو الدل، بغا تعيش عيشة كريمة، بغا ليها انها دير واحد الرزيق تخبيه لدوائر الزمان هي وليداتها. حيت اشنو دات منكم هاد راضية؟ اشنو دا منكم هاد محمد؟ غير المعاناة وغير السب والقذف، ومن خلال حتى قنوات، والله العظيم هذوك القنوات التي ضحكوا يعني من وراكم تيقولوا شوفوا العائلة نتاعهم وكيفاش تيخرجونا نسبوهم ونقذفوهم. ها علاش علاش هاد الظلم كله؟ نجيب شنو احتوى ذلكم؟ ما ذلكم حتى شي حاجه تتخرجوا عليه انه هو زعما سباب محمد في هاد المحنه نتاعو. اشنو سبابه؟ هو بعيد عليه، هو غير نسيبه بينه وبينه الاحترام، خو راضيه بعيد عليه، زعما هو اللي حرشوا عليكم، هو اللي خلاه زعما يفارقكم. ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله. هو ما رضاش ليهم الذل، واول وحدين بديتو بيهم وبغيتو تبعدوهم باش ما يحيدوش هذيك الغشه، الغشه اللي كانت على عين محمد وعلى عين راضيه تجاهكم هو نجيب. داكشي باش قلتوا ليه يلا حيد من الباب، ودابا زعما تطلعوا في القنوات وتقولوا راه هاد المحنه اللي فيها محمد راه بسبب نجيب، حيت هو زعما اللي حرشه، حيت هو زعما اللي قال ليه دير قناة. هو اللي قال ليه دير قناة. ايوا من حق محمد، نعاودها لكم وسمعوني، من حقه انه يدير قناة. وسيروا تفرقوا على هاد العائلة، راه بعيدة عليكم بزاف صراحة، حيت ما شفنا منها غير كل احترام، غير كل مودة ورحمة. والله يهديكم، احنا ماشي شياطين نفرقوكم، بل حنا بغيناكم تجمعوا، ويا ريت يا ريت وكان تصالحوا وديروا الملمة وترجعوا ملمة، وتكونوا نيت يد وحدة وعائلة وحدة، وتبينوا للناس أنكم عن حق تديروا الخير، وديروا في المقربين، ولا ما تديروش في اللي بعيد، ديروا في المقربين باش حتى الناس يرجعوا حتى الثقة فيكم، حتى الناس يرجعوا الثقة فيكم اللي تفقدات. وحنا كمتتبعين كنا ليكم وكنا نقولوا شوفوا هاد العائلة كيفاش دايرة، يا ريت العائلات كلهم تكون بحال مالك. لا 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 لا، ما تلينا دابا بغينا العائلة تكون بحالكم. الله ودي الله ودي، ما كاين غصرت بلا شريب ما. ولكن شكون اللي وقف ليكم هنا ما باش تصرط؟ هو نجيب. استمر اخويا نجيب وتبارك الله عليك، وانت اللي كنتي سباب، ماشي سباب خربتي على اختك ولا خربتي على راجل اختك، بل انت اللي وريتيهم هاد الناس، حتى لك كنتي سابب. حنا الله اعلم حنا ما كناش معاكم، ولكن ربي اللي جعلك سبب باش توري لاختك ومحمد هذاك النية، واختك هذيك النية، هذوك الناس طيبين توريهم ان هاد الناس راه كانوا غير تيستغلوهم، وهاد الناس راه غيجي واحد النهار وغيقولوا لهم الباب الحباب، ونهار وعاو وداروا مساكن واحد القناة راه لقاو
تنقول لك وو 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 الحروبات ويناري، نتوما شكون اللي تتحارب؟ تتحاربوا راجل مسكين بسيط، راجل تيقول لي الله، راجل تيقول حسبي الله ونعم الوكيل، ولاد صغار مساكن في لقمة العيش نتاعهم، امرأة مسكينة في لقمة العيش نتاعها، عائلة كاملة بغيتوا تشردوها، اشنو نتوما قلوبكم منين؟ قلوبكم من الحجر، نتوما هي اللي تديروا قلتوا الخير وتديروا الخير في الناس، ديروا بعدها في عائلتكم.